السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، رحب بكم في حلقة جديدة من برنامج المؤشر موضوعها هذا الأسبوع تصفير البيروقراطية في حكومة دولة الإمارات. نتعرف أكثر في التقرير التالي على برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية. اختصار الإجراءات وتقليل الوقت لتقديم الخدمات والتعريف المختصر لبرنامج تصفير البيروقراطية. عام مضى على إطلاق البرنامج بمستهدفاته الطموحة والذي كان انعكاسه واضحا على بيئة الأعمال وتعزيز استقطاب الاستثمارات للدولة. كانت حكومة الإمارات قد نجحت من خلال البرنامج في إلغاء 2000 إجراء وتقليل الوقت المستغرق بمعدل 50%، خطوات كان لها دورها في تعزيز كفاءة الإنفاق وتحقيق وفورات مالية ملموسة ودعم عمليات النمو الاقتصادي في مختلف الإمارات. هذه المساعي تأتي في الوقت الذي تسابق فيه الإمارات الزمن لتكون قبلة للمستثمرين وسط خطة طموحة لمضاعفة حجم الاستثمارات الأجنبية بحلول العام 2031 لتتخطى التريليون و300 مليار درهم، وهو ما يتطلب تكيفا سريعا تحققه الخطوات الجريئة لتجاوز البيروقراطية. يهدف برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية الذي أطلقته حكومة الإمارات في نوفمبر من العام 2023 إلى الارتقاء بمستوى الإجراءات الحكومية الصادرة من الوزارات والجهات الاتحادية والمحلية، وذلك بهدف تعزيز ريادة حكومة الإمارات وتنافسيتها العالمية في الكفاءة الحكومية. والحديث أكثر عن هذا البرنامج يسرني نستضيف معي في الاستوديو سعادة محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. رحب فيك أستاذ محمد. يا مرحبا بك أخي مروان. اليوم مفهوم البيروقراطية ربما البعض يعني يغيب عن باله ما المفهوم الصحيح للتصفير البيروقراطية والهدف منه. في البداية يعني خلني أشرح البيروقراطية. البيروقراطية هي تراكم الإجراءات على مر السنين. اليوم كل جهة حكومية تحط بعض الضوابط، بعض الشروط، بعض المتطلبات تطلبها من المتعاملين ومن القطاع الخاص، من الشركات، من جميع الأطراف للتعامل مع الحكومة، وكلها هدفها حوكمة الإجراءات، حوكمة ووضع الضوابط على أساس تكون الإجراءات سليمة في الحكومة. وبين فترة وفترة يتم إضافة إجراءات على مر السنين. اليوم نحن في حكومة دولة الإمارات بتوجيهات القيادة الرشيدة نعمل على أن نحن هاي الإجراءات نعيد النظر فيها. في إجراءات مثل ما تقول خلاص صارت خارج زمنها ولا صارت من الماضي ما نحتاجها. اليوم نحن نراجع هل هذه الإجراءات اللي طلعت قبل 10 سنوات، اللي طلعت قبل 20 سنة، اللي ما زالت اليوم تمارس، هل نحن ما زلنا كحكومة بحاجة لها؟ هل هي ضرورية؟ وبرنامج تصفير البيروقراطية يهدف إلى أن نعمل على تقليص الإجراءات، إلغائها، واكتشاف أي ازدواجية موجودة ما بين الجهات الحكومية في المتطلبات على المتعاملين وإلغاها، وجعلها مثلا يا أن يكون متطلب في جهة واحدة أو إلغاها بشكل كامل. طبعا هاي الإجراءات أو تصفير هذه الإجراءات وكما ذكرت البيروقراطية لا أهداف معينة، ما هي الأهداف الرئيسية لهذا البرنامج؟ نحن القيادة وجهتنا بأن يكون عندنا اليوم نحن 3 أهداف رئيسية. أولها أن نقلص ما لا يقل عن 2000 إجراء حكومي غير ضروري. ثانيا تقليص المدة الزمنية بما لا يقل عن 50% من المدة الزمنية اللي يأخذها المتعامل لأن يخلص الإجراءات في الحكومة. وثالثا إلغاء أو تصفير أي ازدواجية في الإجراءات ما بين الجهات الحكومية الاتحادية وأيضا الازدواجية ما بين الجهات الاتحادية والمحلية. هذه الأهداف الرئيسية. لكن طبعا نحن خليني أقول لك الهدف الأسمى إن نحن نحقق التسهيل
في الإجراءات على الناس، نحقق التسهيل في الإجراءات على المتعاملين من أفراد وشركات، أصحاب أعمال، مستثمرين، زوار في دولة الإمارات، أساس يكون التعامل مع الحكومة كل يوم أسهل عن اليوم اللي قبله. 2000 إجراء على مستوى الاتحادي أم على المستوى العام؟ اليوم نحن نتكلم على مستوى حكومة دولة الإمارات، ولكن ممكن هالتقليص يأثر على المستويين ترى، لأن أنت لما تقلص إجراء مزدوج ما بين اتحادي ومحلي، أنت يستخفف على متعامل يمر في رحلة ما بين إجراءات محلية وإجراءات اتحادية. طيب شو الجهات المطلوب منها تنفيذ هذا البرنامج؟ جميع الجهات اليوم هذا البرنامج مطبق على جميع الجهات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، وجميع الجهات اليوم تعمل بجد على استكشاف الإجراءات اللي لازم يتم إلغائها، والعمل على وضع الخطط اللازمة لتنفيذها وإلغائها من الإجراءات الحكومية. الجهات هذه ملزمة تكون جميعها على المستوى الحكومي الاتحادي والمحلي أيضا أم هي اختيارية؟ الجهات المفروض الملزمة أنها تشتغل عليها اللي هي الجهات الاتحادية، في جهات محلية كثيرة بالفعل قامت تشتغل على التصفير وأيضا أعطونا أفكار في التصفير، يعني تواصلوا مع الجهات الاتحادية المعنية وقالوا نحن نبغى نشتغل وياكم على أن نحن نقلص بعض الإجراءات اللي بيننا اللي فيها ازدواجية. يعني خلني أعطيك على سبيل المثال شو يعني نقصد ازدواجية. مثلا أنت على مستوى محلي مستثمر يطلع رخصة في دار التنمية الاقتصادية، في متطلبات يطلبون منه صورة الجواز، يطلبون مثلا كذا، يطلبون منه كذا، لما يصير يخلص من هني يصير مثلا من مع وزارة معينة ولا مع هيئة على مستوى الاتحادي، في احتمال أن يكون في بعض المتطلبات تكون نفسها يطلب مرة ثانية محلية. على مستوى اتحادي تطلب مرة ثانية. فنقول اليوم أوكي جهة واحدة تطلب ويتم تبادل هالبيانات بدل ما نحن نطلب ونتعب المتعامل يطلبها مرتين. بعدين نحن ما نشوف الإجراءات بس يعني من ناحية كم ياخذ لما يخلص الخدمة ولا يخلص الإجراء مع الجهة الحكومية، لكن نحن ننظر كم ياخذ من الوقت عشان يجيب المتطلبات. يعني على سبيل المثال في بعض الخدمات تطلب من المستثمر إذا كان مقيم يعني أو من خارج الدولة تطلب منه بعض الشهادات من دولته، زي مثل شهادة ميلاد أو شهادة لمن يهم الأمر أو شو ما كانت من الشهادات، يمكن كان في الماضي في لها حاجة، اليوم في شهادات تطلب ما لها حاجة اليوم لأن في ربط إلكتروني صار، في أشياء تحدثت صار فيها تعارف، في بيانات مذكورة أيضا في البطاقة وفي الجوازات وفي الجوازات وهذا وما نحتاج لها. نشوف هذه بعد يعني تأخذ من المتعامل شهور عشان يقدر يجيبها من دولته، لأن تمر في تصديقات وتمر فيها، فهذا الوقت هذا ترى يضيع من وقت الإنسان هذا اللي ياسين احنا نخدمه. نحن نشوفه ونحاول نلغي قد ما نقدر أي شيء ما بضروري نلغيه في المتطلبات عشان احنا ما نتعب حتى قبل لا يبدأ الخدمة معانا. هل لمستم خفض المدة الزمنية خلال الفترة الماضية خلال السنة من العمل في هذا البرنامج؟ نعم، يعني اليوم الجهات الحكومية قدمت جميع الإجراءات اللي بتقلصها في الخدمات وحطوا الإجراءات اللي هم يشوفون أنها بحاجة إلى إلغاء وبدأوا بالفعل على تطبيق هذا الإلغاء، وقدموا كل الوثائق المطلوبة منهم على أساس يعني نحن نبدأ عملية التقييم. نحن من اللي شفناه اليوم نعم في تقليص للمدة الزمنية، في تقليص الإجراءات وايد، في وايد متطلبات تم إلغائها في جهات حكومية، وصراحة في تنافس صار ما بين الجهات وما بين الفرق الحكومية، فرق تصفير البيروقراطية في جميع الجهات الحكومية. اليوم نحن في مرحلة قياس الأثر، نحن دخلنا مرحلة ندقق على هذا الكلام اليوم هل هو ينعكس في أرض الواقع على حياة الناس، على إجراءات الناس، هل حسوا فيها المستثمرين، هل حسوا فيها الأفراد في المجتمع أصحاب الأعمال. وفي هالفترة أيضا بيكون في مقابلات مع المستثمرين نسألهم شو حسيتوا، كيف كان قبل وكيف اليوم، مع الأفراد كيف كان قبل وكيف اليوم. أنا بعرف كيف آلية تطبيق البرنامج وأيضا تأثيره على المجتمع، لكن إن شاء الله بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل نتواصل معكم بإذن الله.
إن برنامج تصفير البيروقراطية هو برنامج جريء يهدف إلى تحسين حياة الناس وجميع فئات المجتمع من خلال تقليل التعقيدات والوقت وتسهيل الإجراءات المقدمة للمتعاملين. نتابع في التقرير التالي بعض النتائج التي حققتها بعض الوزارات والجهات الاتحادية والمحلية في مسيرة هذا البرنامج. إن النجاح في تصفير البيروقراطية ليس فقط خطوة لتحسين الخدمات، بل هو ضرورة لتقديم تجربة استثنائية للمجتمع وللشركات والمؤسسات التي تعتمد على الخدمات الحكومية لتحقيق النجاح والنمو. صفرنا البيروقراطية في 21 خدمة وعملية ومبادرة. نشتغل على كيف نطور الخدمة من مفهوم المتعامل وليس من مفهوم الوزارة أو برنامج الشيخ زايد للأسكان. اليوم بيئة السحابية تدعمني أنا في إجراءات الداخلية، يعني تصفير البيروقراطية داخل الوزارة. هدفنا دائما في الوزارة الخارجية أنه كيف نحن ممكن نحسن الخدمة، إذا نقدمها في يوم كيف ممكن نقدمها في ساعة، وإذا نقدمها في ساعة كيف ممكن نقدمها في دقيقة، وإذا نقدمها في دقيقة كيف ممكن نقدمها في ثواني. الفلسفة اللي اتبعناها والنهج اللي انتهجناه في هذه الخدمة أتاحت لنا التخلص من أكثر عن 14 وثيقة ممكن يقدمها المتعامل عشان يحصل على ترخيص بالنشاط الفضائي. العملية قبل كانت تاخذ منه يوم عمل كامل، اليوم تاخذ من دقيقتين. كان عندي 4 مستندات، اليوم عندي مستند واحد قدمه وتحصل على التقرير هذا. نحن كجهة محلية بادرنا في تصفير البيروقراطية لأن اليوم همنا الأول والأخير هو تعزيز تجربة المتعامل، فأمانة أن انتهزنا هذه الفرصة في وجود هذا التوجيه في تطبيقه في محاكم دبي. نساهم طبعاً إحنا كقطاع خاص، يعني شو تقدم لأنت خدمات في الحكومة طبعاً أكيد ينعكس علينا. سعد محمد بن طليعة، كما تابعنا في التقرير لاحظنا بعض الجهات فعلا بدأت التطبيق بجدية وخفضت الكثير من الإجراءات، واحد مذكر من 4 إجراءات لإجراء واحد في النهاية وصل، فبالتالي تقليص بنسبة 75% من الإجراءات المتخذة. سؤال، كيف تمت عملية تطبيق البرنامج على الجهات؟ نحن في البداية كان في بعض الضوابط والمعايير اللي تم تطويرها لهذا البرنامج، وتم إشراك الجهات الحكومية في أيضا وضع بعض الضوابط اللي ممكن أن تساعدهم أنهم يفهمون أكثر وين يركزون. فأنا أعطيك على سبيل المثال، نحن اليوم قسمنا طريقة التطبيق إلى 3 درجات، درجة الأولى والثانية والثالثة، وقلنا لهم أنتوا الدرجة الأولى هاي اللي تركزون عليها. ليش الدرجة الأولى؟ الدرجة الأولى هي اللي تركز على الفئة الأكبر من المجتمع اللي فيها معاملات وايد، لأن نحن هدفنا تحقيق الأثر الأكبر من هالبرنامج. صحيح. عندك بعدين الدرجة الثانية والثالثة، وكل واحدة لها مستوى. ليش؟ لأن نحن نبغيهم يعرفون كل فرق العمل يوم يشتغلون يعرفون وين يركزون لما يجون يصفرون البيروقراطية. طبعا نحن بعد ما سوينا نظام العمل البرنامج وزعناه على فرق العمل، دخلنا في ورش تدريبية معاهم، وبعدين بدينا نشتغل معاهم خطوة خطوة في عملية التصفير. طبعا الخطوة الأولى هم لازم يستكشفون وين لازم يصفرون، وين لازم يركزون. في جزء مهم في البرنامج هذا، وهو نحن يعني دائما نذكر الجهات فيه، أهم جزء هو أن لازم يكون المتعامل موجود جزء من عملية التصفير. يعني لا تشتغلون على تصفير أي شيء إلا إذا لستوا يا المستثمر أو المواطن أو المقيم. من شوي يعاني ومن شوي يحس بده ياخذ وقت أطول. بالضبط، ويجلسون مع أصحاب الشركات ويسمعون منهم تعالوا أنتوا شو تحدياتكم، ويشتغلون وياهم، وبعدين منها يعكسونها في عمليات التصفير. هل تمت متابعة تطبيق هذه البرامج مع الجهات، وهل كان هناك رقابة على آلية العمل؟ نعم، طبعا احنا في عندنا عمل نعمل وياهم عن قرب،
يعني نحن ما بعيد عن فرق العمل ونحن عندنا اجتماعات معاهم بصورة شهرية، يصير في عندنا تجمع ما بين كل الجهات الحكومية وفرق العمل اللي تشتغل على التصفية البيروقراطية. هذه التجمعات شو تهدف إلى شو؟ أول شيء تواصل، خلق تواصل ما بين الجهات المختلفة، اللي عنده تحدي، اللي يبغي يسمع من حد، اللي يبغي حد يساعده، ولا أيضا اللي عنده بعد إنجاز يبغي يشاركه وأفكار يبغي يشاركه، طرح أفكار، طرح أفكار. نعم، فبالفعل هاي ساعدت الجهات، لأن الأفكار اللي تطرح الجهات الثانية تستفيد منها وتبدأ أيضا تطبق بنفس الطريقة. وبعد نحن كفريق برنامج تصفير البيروقراطية نشاركهم آخر المستجدات، نشاركهم إذا كان في عندنا تحديث على بعض الأدوات، في أدوات جديدة طرحناها خلال البرنامج عشان تساعدهم أن يسرعون في عملية التصفير. كيف آلية تقييم الجهات المشاركة في البرنامج؟ اليوم نحن مثل ما قلت نحن بدينا في عملية التقييم، في عندنا أطراف محايدة تشتغل على التقييم. طبعا كل جهة قدمت إثباتات على الجهود اللي اشتغلت فيها، شو هي الإجراءات اللي ألغتها، وشو هي شو هي الآثار المتوقعة من هالتصفير والإجراءات اللي ألغوها ولا تقليص المدد الزمنية اللي حققوها. ونحن الحين الفرق اللي تشتغل معانا وهي فرق يعني تعتبر مستقلة من خبراء، من مجموعة خبراء بيدرسون هذه، وبيكون في نزول ميداني، بيكون في تقييم متسوق سري، بيكون في تقييم للإجراءات الفعلية على أرض الواقع، وبيكون أيضا في مقابلات مع متعاملين فعليين اللي هم يمرون في هالتجارب، عشان نحن نبغي نتحقق اليوم هل بالفعل الكلام اللي مكتوب والعمل اللي تم العمل عليه هل هو بالفعل حقق الآثار المرجوة ولا لا. واليوم ما شاء الله أنتم لامستم من خلال الجمهور والمتعاملين تطبيق هذه الإجراءات عليهم ومن خلال معاملاتهم. نعم، إلى الآن يعني الحمد لله ما زلنا في عملية التقييم، إلى الآن الحمد لله النتائج مبشرة، سو في عندنا نتائج إيجابية، وإن شاء الله نحن مستمرين لما نخلص إن شاء الله. نتحدث أيضا عن فوائد هذا البرنامج، برنامج تصفير البيروقراطية، لكن إن شاء الله بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل نتواصل معكم بإذن الله. مشاهدينا الكرام، يهدف برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية إلى إلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية بما يرتقي بمستويات الكفاءة والجودة والمرونة الحكومية في الدولة. نتابع مع بعض مستهدفات البرنامج في هذا التقرير. إذن يشكل البرنامج مرحلة جديدة للعمل الحكومي وإضافة نوعية لجهود تحقيق محاور ومستهدفات مئوية الإمارات 2071 وترجمة للمؤشرات الوطنية في رؤية نحن الإمارات 2031. سعادتك، اليوم طبعا مثل ما ذكرت جهات حكومية اتحادية بالإضافة لجهات محلية، حدثنا عن القطاعات الغير الحكومية، هل لها دور في البرنامج؟ نعم بالطبع، القطاعات الغير حكومية لها دور كبير. القطاع الخاص واللي هو القطاع الخاص يعني اليوم دورهم هم يخبروننا وين الصفر، يعني هم مثلا بتقول هم مستشارين التصفير مالنا. ليش؟ لأن هم المتعاملين، هم المتعاملين، نحن نجلس وياهم. واليوم هذا يعني مثل ما تقول شرط من شروط تحقيق أهداف البرنامج، أن لازم الجهة تجلس مع الشركات وأصحاب الشركات ومع المستثمرين ومع الأفراد، يسألوهم شو التحديات اللي تمرون فيها، شو تبغون تشوفونه يتم تحسينه، وهاي كلها يتم توثيقها كجزء من شروط البرنامج، لازم يتم توثيق هالجلسات معهم ويحطون شو الأولويات اللي وضعتها الشركات ويرون بعد كيف يتم تطبيقها في التصفير. طيب شو العوائد والفوائد المرجوة من البرنامج؟
طبعا يعني الأول شيء نحن نبغي نسهل حياة الناس. عمل الحكومة اليوم وجهودنا وتوجيهات قيادتنا أن نحن نسهل حياة الناس في دولة الإمارات. نبغي دولة الإمارات تكون أفضل دولة في العالم وأفضل مكان للعيش في العالم. هذا يعني بقول لك الفوائد. نحن ياسين نسعى إلى هذا الهدف. الحين في أشياء وايد ثانية بتي كباي برودكتس، خلنا نقول يعني نتائج ثانية بتطلع منها. أولها اللي هو بنرفع الكفاءة التشغيلية في الحكومة. كل ما نحن قلصنا في الإجراءات ما بين الجهات الحكومية، كل ما قل الوقت والجهد على موظفين الحكومة، كل ما قلت التكلفة. فنحن اليوم بعد من هالبرنامج بنرفع كفاءة التشغيل عندنا في الحكومة، لأن التصفير ما بس تقليص إجراءات اللي تمر على المتعاملين، نحن لازم بعد نقلص إجراءات الداخلية اللي عندنا. ليش؟ لأن كل ما نقلص داخل نحن نقلص الوقت في خدمة الناس. غير يعني نحن نبغي يعني نشوف اليوم هذا بيكون فيه لها عوائد اقتصادية، لأن بتجذب الاستثمارات، بتجذب العقول، بتجذب المستثمرين في دولة الإمارات، والخبراء في القطاعات المختلفة أن يعيشون في دولة الإمارات، لأن الحياة بتكون أسهل إن شاء الله مع بيروقراطية أقل إن شاء الله. رب العالمين موفقين خير. لكن عندي استفسار حول كيف اسم البرنامج في تعزيز موقع الإمارات كمركز إقليمي للأعمال والاستثمارات؟ طبعا مثل ما قلت يعني اليوم نحن كل ما نسهل على المستثمرين رحلة الاستثمار في دولة الإمارات، كل ما نسهل على أصحاب الأعمال مزاولة الأعمال في دولة الإمارات يكون عامل جذب. هذا يكون عامل جذب، يعني كل منو ما يبغي المكان السهل والبسيط. وبعدين ترى الناس يعني اليوم كل ما نحن نطور على حسب رغبتهم وشو الأشياء اللي هم يشوفونها أولوية، كل ما يحسون أن هذا المكان أفضل لهم وأن هذا المكان يسمع لهم. فهذا نحن دورنا اليوم في برنامج تصوير البيروقراطية، نكون أقرب للناس، نسمع منهم ونعكس آرائهم واقتراحاتهم إلى واقع في الحكومة. ماذا بعد تصوير البيروقراطية؟ نحن تعلمنا من قيادتنا أن نحن دائما يعني نطمح أن يكون اليوم أفضل عن اليوم اللي قبله. ودائما قيادتنا بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الله يحفظه، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، توجهنا أن نحن نعمل بجهد لخدمة الناس، نعمل بجهد لهذا الوطن، بحيث أن نحن نجعل دولة الإمارات وسمعتها عالميا الأفضل. وإذا تسألني أنا شو جاي بعد، أنا يمكن بقول لك اليوم ما أعرف، لكن أنا متأكد أن اللي جاي بعد بيكون أفضل وأكبر من اللي إحنا فيه اليوم. وإحنا أيضا واثقين من هذا الشيء بالتأكيد، خصوصا بوجود قيادة رشيدة مثل قيادتنا. نعم. والاعتماد على أكفاء في هذا المجال مثلك سعادة محمد بن طليعة وفريق العمل المميز الذي تعمل معه اليوم للوصول لهدف معين، تسهيل وتبسيط حياة الناس، وأيضا تكون عامل جذب للمستثمرين العالميين. اليوم إن شاء الله نحن كنا وسنكون وسنظل إن شاء الله أفضل دولة في العالم. مشكورين على كل ما قدمتموه من خلال هذا البرنامج، ونتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق والنجاح. شكرا. شكرا لك أخي مروان. شكرا سعد. مشاهدي الكرام، وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا الأسبوع. نلقاكم الأسبوع المقبل مع موضوع جديد وضيف آخر. دمتم بخير وإلى اللقاء.